رح ننتقل للمشاهدين لعالم التنمية وبحياة كل حدا فينا هدف أو فكرة أو مشروع حابب أنه يساوي أو وظيفة حابب أنه يحصل عليها. الموضوع بحاجة لخطوات مدروسة وأكيد بحاجة لامتلاك العديد من المهارات الأساسية بالحياة اللي معروفة واللي منها اتخاذ القرار وحل المشكلات والتنظيم والتخطيط والعديد من الأمور. لكن اليوم رح نحكي عن اكتساب الخبرة اللي ممكن تكون مهارة فكرية عملية نحن بحاجة كتير إلى اليوم بفرص العمل. لكن للأسف يا نرمين اليوم بعض الخريجين بعد ما يتخرجوا من الجامعات ويطلعوا لا يدوروا على فرصة عمل بيلاقوا أنه كل الوظائف أو معظمها على الأقل بحاجة لخبرة ما بتقل يمكن عن 3 سنين. يمكن هذا الشيء عم بيسبب مشكلة لكثير من الطلاب. صحيح، هي مشكلة بيعانوا منها كل طلاب الجامعات للأسف. نحن بنلاحظ قديش بيكون في فصل اليوم بين المناهج الأكاديمية وبين الخبرات العملية بسوق العمل. لهيك نوجدت بعض الحلول يلي اخترعوها او يعني حلوها اليوم المدربين بمختلف المجالات لاعطاء هدول الطلاب الخبره بحيث انه هنن تخرجوا من الجامعه فبيقدروا هيدي فورا يلاقوا فرصه عمل. اكيد، يعني بدنا نحكي اكثر كيف ممكن اليوم نكتسب الخبره من وين، كل التفاصيل اللي رح نتعرف عليها سوا اليوم مشاهدينا مع ضيفتنا المدربه التنميه البشريه ولاء الحلاحي. يسعد صباحك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي. اهلا وسهلا صباحك وصباح جميع المتابعين. اهلا وسهلا فيك. دائما هي المشكله يلي بيوقعوا فيها كثير من طلاب الجامعات، خلصوا يعني استلموا الشهاده تخرجوا بدهم يروحوا يتوظفوا بينصدموا بفكره شرط الخبره اللي هو احيانا عم بيكون طويل سنه او سنتين او ثلاثه. كيف اليوم ممكن يتعاملوا مع هي المشكله؟ تمام. هلا بالنسبه للخبره فهي مطلوبه، يعني الخبره لازم نحن يكون عندنا معرفه كافيه عن كل مجالات الحياه. في مقوله بتقول اعرف القليل عن كل شيء واعرف الكثير عن شيء معين، فنحن بدنا ندور على هذا الشيء المعين يلي انا حابه اشتغل ضمن هذا المجال او انا حابه بلش مشروعي الخاص بهذا المجال، ونحاول قد ما فينا نكتسب خبره، سواء الخبره بتجينا ممكن من حياه العمل، ممكن من العائله اللي هي اللبنه الاولى للمجتمع، ممكن من العلاقات الاجتماعيه مع الاصدقاء او مع الاسر او من العلاقات الاجتماعيه بشكل عام. اذا بدنا نعطي خطوات بسيطه لبدايه المشروع، فرضا انا في ببالي مشروع معين وشغل خاص فيني، فالخطوه الاولى اللي هي تحديد فكره المشروع، انا من وين بدي بلش وشو الفكره لهذا المشروع. بحط الفكرة اللي بتتناسب مع قدراتي العملية والعلمية مع المؤهلات اللي أنا بمتلكها، أنا وين بشوف حالي ناجحة، وين عندي مهارات إبداعية بحاول أشتغل على هذا الشيء. الخطوة الثانية لبناء المشروع أو لتنفيذ هذا المشروع يلي هي البدء بتنفيذ المشروع. نحن بعد ما حددنا فكرة المشروع بدنا نبلش بتنفيذ هذا المشروع، نعمل دراسة شاملة لكامل المشروع. طبعا هاي الدراسة بتتناسب مع جدول زمني، جدول زمني محدد، أنا خلال هالفترة لازم أنجز كذا، أنا خلال هذا الوقت لازم يكون عندي هالفرصة الفلانية. طبعا هون بدنا نحط ببالنا شغلة إنه هذا المشروع اللي أنا بدي اسعى له او بدي اشتغل فيه بما يتناسب مع قدراتي، مع امكانياتي، مع دراساتي، مع المؤهلات اللي انا بمتلكها. كمان بدنا نحط ببالنا الجدوى الاقتصاديه، فالخطوه الثالثه هي عمل جدوى اقتصاديه للمشروع. انا شو معي راس مال؟ شو عندي ميزانيه ممكن احطها لهذا المشروع؟ في حال كان راس المال مناسب يفي بالغرض ببلش بهذا المشروع لحالي، اما في حال كان راس المال قليل ما بيتناسب مع ميزانيه المشروع يلي انا حاططه يلي انا عم اسعى له، فممكن هون استعين بشريك او ممكن اتدين لحيث انه احط اول درجه بالسلم، مثل ما بنقول بالعاميه طلوع السلم درجه درجه، فنحن بس حطينا الخطوات بلشنا فيهم بالتدريج بنوصل لبر الامان وبنوصل لمشروع ناجح. كمان النقطة الخامسة اللي بدنا ناخذها بعين الاعتبار هي تحديد المكان المناسب. يعني انا حطيت الخطة، بلشت بتنفيذ المشروع، عملت دراسة شاملة للمشروع، بصفي المكان، انا طبعا بدي اختار المكان المناسب لهذا المشروع، سواء كان فرصة عمل او مثلا بدي روج وصوق لخدمة او لسلعة معينة. بعمل دراسة عن كامل المنطقة قبل ما اعتمد انه هذا المكان يلي انا بدي اعمل فيه المشروع.
بعدين الخطوة السادسة فينا نقول هي الكادر الوظيفي أو كادر العمل. من أهم الخطوات يلي بيعتمد عليها نجاح أو فشل هذا المشروع هو الكادر الوظيفي. أنا لما بجيب كادر عمل عندهم خبرات، عندهم دراسات، عندهم شهادات، عندهم إمكانيات وعندهم مهارات إبداعية، فبالتالي رح أحصل على مشروع ناجح. وكمان بدنا نحط ببالنا الخطوة الأخيرة اللي هي التسويق والإعلان. يعني نحن بعصر النت وبعصر التكنولوجيا، فمن الطبيعي انه التسويق الصح والاعلان الصح لهذا المشروع او لهذا المنتج بما يتناسب مع المنافسين. يعني انا بدي اطرح هذا المشروع بدي احط ببالي منافسين بالسوق، فالتسويق الصح والاعلان الصح هو اللي بيوصل هذا المشروع لاكبر فئه من فئات المجتمع. خلينا كمان في مقولة بتقول إنه لكي تعمل لابد من خبرة، ولكي تحصل على الخبرة لابد من العمل. هون كيف ممكن الواحد يحصل على خبرة إذا ما توظف؟ ممكن يكون في أنشطة معينة، دورات تدريبية، أشخاص متخصصين بمجال معين نقدر نستفيد وناخذ خبرة منه؟ تمام. هلأ بالنسبة لاكتساب الخبرات فعنا كتير طرق، مثل ما ذكرنا أولا من حياة العائلة، يعني الأب الناجح والأم الناجحة بالتالي رح يعطينا عائلة ناجحة. فنحن بنكتسب الخبرة بالبداية من العائلة، من الأم والأب والأخوات. اثنين التعليم والتدريب، فرضا أنا دراستي كذا، فأنا فيني ضمن دراستي أثناء مرحلة الدراسة اشتغل اتوظف هي الوظيفة أو هذا الشغل اللي أنا رح أشتغله أثناء فترة الدراسة. أولاً هالشي بطور من ذاتي، بأثبت ذاتي أكثر، كمان بيعطيني استقلال بالشخصية، بيعطيني أنه أنا لازم واجه صعوبات الحياة، قد أتعرض لبعض العرقيل، لبعض المطبات، كيف أنا مدى استيعابي ومدى تحملي لهي الضغوط. كمان ممكن نكتسب الخبرة من توطيد العلاقات الاجتماعية، نتعرف على أصدقاء بكذا مجال، أو ممكن من خلال الدورات التدريبية، من خلال التعليم الأكاديمي بالإضافة للدراسة اللي أنا عم أدرسها. كمان ممكن نكتسب الخبرة من خلال أشخاص عندهم خبرة بهذا المجال أكثر مني، أشخاص كفؤ أكثر مني. مو غلط أنه أنا إذا لقيت في شخص ناجح ضمن المجال اللي أنا بحبه أو ضمن المجال اللي أنا عم أشتغل عليه أخذ من خبرة هذا الشخص أو استفاد من الكم الهائل من المعلومات اللي عند هذا الشخص. كمان القراءة والتصفح، يعني ممكن نحن نستغل وقت فراغنا بأنه نقرأ لو عن النت أو الكتب العلمية عن الموضوع اللي أنا بدي أشتغل عليه، نكتسب مهارات جديدة، نكتسب معلومات جديدة. وبالتالي هذا الأمر أنا يوميا إذا اكتسبت 10 معلومات ضمن أي مجال، لغة جديدة أو أي مجال علمي معين، فأنا حفظت مثلاً 10 أرقام أو 10 كلمات باللغة الإنجليزية، فأنا بالتالي عم أقي نفسي من مرض الزهايمر اللي هو مرض العصر. فاكتساب الخبرات بعود عليه بالفائدة قبل ما يعود بالفائدة على هذا العمل، وبالتالي رح يكون عضو فعال ضمن هذا المجتمع. يعني علاقة ترابطية وتفاعلية من الفرد للمجتمع. كثير منشوف بعض الحالات طلاب بيكونوا عم يدرسوا بالفترة الجامعية بيحبوا يشتغلوا، ولكن بيلاقوا المانع الأول هنن الأهل، بيقولوا لا خلص جامعتك خد شهادتك بعدين اشتغل اللي بدك إياه. برأيك قديش هاي الحالة صحيحة أو غير صحيحة؟ وإذا بدنا نقارنها بالمجتمعات الغربية، يعني مثلا المجتمعات الغربية من المتعارف عليه أو من البديهي يكون أنه طالب بيدرس وبيشتغل مع بعض. هلا بالنسبة للعمل أثناء مرحلة الدراسة فهو أمر كتير مهم وكتير ضروري. هذا الطالب هو مو بس أنه والله موظف بهالحياة بس ليدرس، لا، أنت لازم تواجه حياة العمل، لازم تتعرض لبعض المطبات، لازم تواجه هاي الضغوطات الحياة. شوي شوي وبالتدريج رح يحس أنه أنا قد هاي المسؤولية، أنه أنا عم حس بذاتي أكثر، عم طور من ذاتي أكثر، عم اكتسب خبرة من أرض الواقع، عم اكتسب مهارات جديدة من أرض الواقع. بالتالي هذا الأمر رح ينعكس إيجاباً على نفسية هذا الشخص. هذا الشخص لما عندي دراستي وعندي شغلي وعندي وعندي، فبالتالي ما رح يكون عنده وقت فراغ، لأنه وقت الفراغ ممكن يستغله بطريقة خطأ، أو ممكن نسمح للمشاعر السلبية، للأفكار السلبية أنه تسيطر علينا. فكل ما كنا عم نشتغل على حالنا أكثر، عم نطور من ذاتنا، بالتالي هذا الأمر رح يعطيني استقلال بالشخصية، رح أكتسب خبرات جديدة، رح أكتسب المهارات الإبداعية اللي موجودة عندي. كلنا عنا نقاط قوة بشخصيتنا، ممكن اشتغل أول عمل ما يناسبني، ممكن اشتغل ثاني عمل يكون لظرف ما اترك هذا العمل. دور على نقاط القوة، دور أنا وين بلاقي حالي مبدعة، وحاول اشتغل على هذا المجال وطور من ذاتي أكثر. شكرك كثير.
ضيفتنا ولاء لحلح، شكرا كثير لك ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا لكم وشكرا لك، يعطيكم الف عافيه. شكرا لك. شكرا كثير لك. بتضل التجربه اليوم والمبادرات التطوعيه او اي نشاط ممكن يعمله الشخص ضمن مرحله الجامعه اكيد رح ينعكس عليه ايجابا باكتساب الخبره. شكرا كثير لك. شكرا لكم.